مشاهدي شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من منطقه الحي المحمدي في هذا الاثناء. يعني كيف ما كتشوفوا الناس مجموعين والسبب هو حادثه اللي ديال واحد السيد الكبير في العمر. شحال تقريبا منها؟ يعني كبير هو تقريبا شي 70 عام يعني من الملامح ديال الوجه. 50 60 سنه يعني هو مجهول الهويه لحد الساعه. يعني ما كاينش شي واحد من العائله ديالو ولا شي واحد من الاقارب ديالو اللي حضر في هذا الحادث. على حساب شهود عيانوا الناس اللي كانوا حاضرين الناس اللي سمعوا الحادث كيقولوا ان ضربوا طرام. الان معنا واحد السيد اللي من الحي اللي غادي يشرح لنا شنو وقع اليوم. وهذا السيد شكون هو؟ واخا شنو وقع دابا؟ هذا السيد كان دور عندنا. السيد كان غادي يقاطع كيبيع ويشري فاتش ديال الميكا، كان غادي يقاطع ودير لي فوت في ودني ما سمعش الطرام ضرب. هو مسكين راه كيعيش غير كينعس غير في الزنقة. كينعس غير في الزنقة. هو كيبيع ويشري الميكا. كيبيع ويشري في الميكا. هو مسكين ملي تم غادي ما شافش ما سمعش الترام والترام جاي بواحد السرعة. يعني بالنسبة للحالة ديالو هو شفنا مضروب في عينو. مضروب في عينو ما واقيلا فاش ضربو طاح هو على طاح في الأرض. يعني هو السيد بعقله ماشي زعما شي واحد. لا السيد بعقله ماشي كيبيع ويشري في ميكا. بعقله ماشي. كتعرفوه انتم من الناس ديال الحي المحمدي؟ احنا كنعرفوه، هو راه ولد الحي المحمدي كابر هنا وكل شيء. بالنسبة للعائلة ديالو واش كاين شي واحد ولا؟ العائلة ديالو كان مع العائلة ديالو ولكن كان وقع واحد عنده خوتو عنده دارهم عنده كل شيء ماشي زعما. الله يشافيه الله يشافيه مسكين. كتعرفوا انت؟ السلام عليكم. ولد دربكم. السلام عليكم. السلام خويا، حيت كاين بزاف ديال الناس هنا قال لك انا ما عندوش عائله. لا يعني باش عنده خوت وخو. كاين العائله. خوت وخو كيسكنوا في براوي. هو ما بيستاوش. راه في كاين عسرا. كيف راس الشيخ. انا كنعس غير في الشارع. كاين هذا السم في الشوط الشغل صافي وكل شيء. عنده لاكار. كنت حاضر انت؟ لا ما حاضرش انا. وشنو وقع؟ يعني الناس اللي كنتي سمعتي شنو؟ احنا من الزينه في لافينونس عيني الدم خارج. الله يحسن العوان. يعني هو سيد بعقله ماشي زعما مريض. الله يحسن العوان. الله يساكن الزنقارة. الله يحسن العوان. هذا راه عصر هذا راه عصر شوية دار مالك دار مالك. اذا مشاهدينا كيف ما تبعتوا الان هازر 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 شدا منطقة الحي المحمدي والسبب هو الطرام. يعني كيف ما سمعتوا الشهادات ديال الشهود العيان. الناس اللي كانوا حاضرين قال لك ان السيد كان داير لي زيكوتور يعني السماعات ديال الاذن وما سمعش الطرام. ما سمعش الطرام فاش كان دايز وضربو. كنتمناو ليه الشفاء ان شاء الله وكنتمناو انه دابا هو راه تم النقل ديالو الى المستشفى باش يعني تلقى الاسعافات الاوليه. لان كان هنا ملي حضرنا معنا كان هو فاقد الوعي اكتشفت الوقايه المدنيه. يعني بالنسبه للناس اللي كانوا حاضرين الناس ديال الحي قال لك انه المكان اللي كينعس فيه هو هذاك. يعني كينعس هو غير في الزنقه. العائله ديالو كاينه في منطقه الهراوين. هذا نداء كذلك الاسره ديالو الا كانوا كيشوفوا هذا المباشر وشكوا انه الاخ ديالهم ولا كيعرفوه ولا عارفينه انه كينعس في هذه البلاصه هذه. لانه لحد الساعه ما حضرش شي واحد من العائله ولا من الاسره ديالو. لذلك نوجهوا لكم النداء باش تعرفوا ان هذا السيد ضربوا الطرام. الحاله ديالو خارج حسب شهود العيان. المشاهدين الى هنا كنتهي هذا المباشر والى مباشر اخر ان شاء الله.